اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إخواني الأعزاء، لا نزال نمر في شهر محرم الحرام التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأتباع الحسين وأولاد الحسين ومنتبيه في كربلاء المقدس. إن شاء الله ما أنت ومالنتي عزيه إمام حسين سلام الله عليه. إمام حسين سلام الله عليه أولادي سو يكون جيريودين مالنت الطمنا هذا بشه محرم يكون استشهادين مقالة كربلاء أما سحرها أما لما دجان كربلاء. سؤال شو حيته هاي إمام حسين سلام الله عليه وأشهيد كل يين ما شهيدين ضد بدن أول شهيدي أيات جرة ما هقفل شهيدي كلين إمام حسين محال إمام حسين أهضى الحينا سيدة ضبا. لماذا نذكر الإمام الحسين سلام الله عليه أبدا؟ وهل الإمام الحسين وحده هو الذي استشهد؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل منه استشهد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. دثر بنبا وحيس ويدينا يا محا حسين كوغار أه يعني تدك تاجر ياش أهل البيت كان مرر فربضن وحيفعل عليان حسين 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 حسين. فلماذا تكررون اسم الحسين؟ الإمام حسين استشهد وانتهى. حربا إلى دور أرنمود وشوف هذا اللي سوى أروريا ومركزنا لويدي ومحاد مركز لجار ومحرم هذا الإمام حسين وسوى العلسان إنا نكهد له أنك جوابه يعني حسين بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما أنك أياه كدر در رؤب بومبولي نمس إلهي باويني يعني إلى حد كاس أن ما رتي أويني حسين إلهي سبحانه وتعالى هو توحوسي منزله آل إياد وين باصرة أي إلهي سي إمام حسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا أو أي سيدة أو سيدة سيدي سكام إلى ضدك إلهي طهيري. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يلا إلهي اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا إلهي ضدك أو طهيري أهل البيت كم وكم ذي أيها حدنا حدنا وحكم ذي هيدك شهادة شهيد مروي مروى قوة الله طهيري مرنا وحكم ذي هيدك أهل الكساء وحاصل من إمام حسين كل يوم لكن نبي نصره صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبي نوحي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي إمام حسين كهل لهي حسين مني وأنا من حسين. الله حسين أريا أيوه يقمي بي هاي أنا أقول حسين با كمد هاي والنبي عليه الصلاة والسلام حسين أنا يقمي بي أن حسين با كمد هاي معناها دوامة بمعنى خصوصية قارو لي حسين قفك الدلا وقف أنا قيد دلي قفك النبي محمد دلا صلى الله عليه وآله وسلم دنبي يسوى قوي يدنبي يذكر لك ولذلك حسين وحكم ذا النبي جركيسا يعني ليك سوى ليكي هذا الكي سوى هذا الكي أخلاق دي سوى أخلاق دي وحاصرنا أي حسين لها أو النبي لها مركا وخصوصية بيرات أولي بالإضافة أنت وحاصيب الهدف الذي استشهد الإمام الحسين صلى الله عليه وآله من أجله هو نفس الهدف الذي سعى لتحقيقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمت أوشه إلى إمام حسين صلى الله عليه وآله وسلم وهدفك النبي أن أقول ربينه حقيقي ونفتي سوسه بالبيع كالفتس لماذا؟ وهي مركي إمام حسين حين يسل سوق عليه
ninki islaamka uu gaamiyo waa la yaqaanaa muslimiinta dhan way isku waafaqsan yihiin inuu yaziid ah faasiq khamriya caba gaalnimo iyo ijraam ku dhawaaqay oo iclaamiyey diinkii marka haddii imaam xuseen uunan markaasoo kale naftiisii iyo awlaaddiisa uunan maxay ahayday uunan udxiyayn lahayn oo uunan huri lahayn diinku maanta inama soo gaadheen لماذا عدوي النبي يقول لك قال لما هي الدين وقال لك عنه واي ولا سوى فصي يزيد شخص يقول انه فاسق مجرم ربيع الدين ككل يحييه وضل السحر ولذلك الامام الحسين عليه السلام استشهد من اجل تحقيق هذا الهدف السامي طيب لذلك ساس ايا الاوينين النواب قضب قضب ككل نبي ان محمد عليه الصلاه والسلام وحب باري جل لي لهذو جل لي لهذو حب الحسين ونبي وحويل أحب الله من أحب حسينا وفي حسين جعل هذا إلى هاي هالجعل هذا يعني حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين أنا يقول كم يعني حسين ما كم ذا الله هالجعل هذا قف حسين جعل هذا ولذلك قف كست ومحايل حسين جعل قايس وبين حسين جعل يه يا قف كست وسوين حسين جعل يه إلى هنا وجعل يه سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ ما هو يصير هاي؟ بيجي إلى حسين جعلين كل جي. نعم. يا حسين نعم. من الذي لا يحب الحسين؟ يا حسين. يا حسين. يا حسين. يا حسين. يا حسين. والله يا المرك حسين هرت وشخص ياس. إن هذي ما أنت أردنا كشيك إني من حسين بيرات كأولي هي فضائش ونبي قرش يا جي. رمتي لما أنت بتجيبين كرا. هذه أبي أوفر بدنت هاي. لكن محرر بها إنها الوحي يريد الشيخ مركي اللي تجوغ المساجد ده مسلمين تا أهل السنة والجماعة مسلمين تا أردن ما أهل السنة والجماعة مركي اللي تجوغ المساجد ده إن بدن مغلي ميسد حسين إن بدن مغلي ميسد ولا مساجد حسين لدى مغلي ميسد وهو سحابهن على الأخر ولا فاطمة مثل لدى هم أركيسي ولا علي مثل لدى هم أركيسي أبدا لماذا مساجد عمر بن الخطاب، مساجد أبي هريرة، مسجد أبو عائشة، لكن مركز أهل البيت كإماتهم في سكول يا مسجد لهم جعابه إمام حسين يا أهل البيت ما أركيز لماذا؟ ما وين عرورة الرسول كأهين؟ ما وين عرورة الرسول كأهين صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا نسينا حسين عليه السلام؟ لماذا؟ لماذا إخواننا أهل السنة نسوا أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا؟ سؤال لماذا نسوا؟ هو السؤال ما يشكو جرته طيب حديث يلا ما أيام قدر أيام حديث يلا ما أيام قدر أيام مستدرك المستدرك على الصحيحين أو مشكله ينكر له الشيخ حاكم النيسابوري بحولية بحولية سلمان أيو كورنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد نبي قرنا يا مقليم ويل الحسن والحسين ابناي حسن والحسين ولا بدأ يدوي من أحبهما أحبني قفكي جعل هذا حسن والحسين أني أيو إجعل هذا ومن أحبني أحبه الله قفكي أني إجعل هذا أنا إلهي بأجعلاني طيب ومن أحبه الله أدخله الله في الجنة أدخله في الجنة قفكي أني إجعل هذا أنا جنة أيو إلهي قلنا يا ومن أبقضهما ومن أبقضهما أبقضني قفكي وحناقة أنعة أو كراهيز إمام حسن إمام حسين أنيق أيو إن عي أي النبي عليه الصلاة والسلام نعتان كوحاكم إذا ولا ليال مر الله مر كان هذا إمام حسين شن إمام أهل البيت كأشر مضبع قرآن إبن بوجرة أبو بكر بوجرة عائشة بوجرة ورا هذا حسن حسين أهل البيت كشجع أنا ضد كلام الشجع مواجبة فلماذا مر كأهل البيت كلا الشجع أبو قرآن ها شيعه ها كوح ذيك له ها كوحبله وكم دي النص بيقى
النصب الخفي بعد عكاسه وكله النصب الخفي النصب كقرصون أهل البيت نعاب كقرصون ويوحنون أهل البيت لنا حنون أهل البيت لنا هوا وطبق نبضا ويكسر رجلي سموه عجيب اللهم إنا نعوذ بك من النصب وبغض أهل البيت عليهم السلام ومن أبقضه الله أدخله في النار نبي وحول صلى الله عليه وآله وسلم قفك إله معنا نار تأيو قرن إياه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وحديث قصوا البخاري يا مسلم شرط يوم حديث كلا أيا ربائنا أن إذن كنت صحيح البخاري وكي ألا وحولي يا أنس بن مالك صحابي أوتي عبيد الله ابن زياد لعائن الله عليه برأس الحسين عليهما السلام وحالله كان عبيد الله ابن زياد عبيد الله ابن زياد وننكي قدوميها قبلك كوفاها وحكمي يزيد حلي يزيد يعني هل كان صفرست هل كان صفرست شفار حتى صفرست إذنك حتى صفرست إيرر هاي سعودي دينا سودوات هل كان حتى وضيمان حلي يزيد لعائن الله عليه وحكمي ودنك قدوميه سي قبلك كوفا أي عبيد الله ابن زياد الذي يجري إمام حسين مركي اللي دلي أولا وري قرقويا اللوسو السمي كوركي سي شريفك أي الله صوجري دابا دابنا وحالة كاني وحالة كاني عبيد الله ابن زياد لعائن الله عليه أي الله صوهر لكي مدح إمام حسين محوس سمي مركا أوتي عبيد الله ابن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينقط وحو دحدغي باف ايو دحدغي مدح امام حسين مركاسو وحو غدو دلي انو ام مدح حسين او لغوي كو قد قدينه وقال في وحو ليدي مركا انس با اورني انس با وحو يلي وحو يلي عبيد الله بن زياد لعائن الله عليه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مدحيس وحوها مدك آذ أو وئك رسول كمدحيس عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بل كور رمى أمد الشيء إمام حسين إيه مدحيس قويسي إيه مدح إمام حسين وشكوك الدينيس فكيف هؤلاء قدعوا رأسه الشريف قدعوا رأسه الشريف ثم ماذا فعلوا قطعوا رأسه الشريف وأخذوا رأسه الشريف من كربلاء إلى دمشق عراق انت اللي قاعد مدح حسين باو حال جايين دمشق طب كسيده أوجي لواي جايني أمريكا كمان يعني وقولنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لا قف كستو لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني هؤلاء لين الإيمان كيس واحتر هل هو مستقيم هل هو محب لأهل البيت معيار ميزان باجر طب كله قياس عائل كأهل البيت راعدان كوضو وحقوية هاي إيمانك السحيتان كيساك قوية يا البيت على كل حال إمام حسين عليه السلام مرك وكسوا بحي مدينة وقوية من مقالة مسوداري كربلا أفر كم أو أسكري أي الله رحمه أرسلوا بجيش قوامه 4000 رجل وفارس أفر كل عيدنا يا الهربية وإمام حسين عرور تيسي عرور الرسول كأوبوها أدوى قويس كالرسول كإيرو تاقر يا شوضا والهربية وحال ليلي لما حبو لما حالو مبديان إما إنا نكدلو إيا إنا ديزيد أو فاسق أو خمر إذا هلك أكو عبها يو قالا أبي علق شو هذا أدنه قامي وحوي الإمام حسين مثلي لا يبايع يزيد الله أنا أكل محمد وعلي أنا أكل يزيد بيع مصي يا أيها الإمام حسين سلام الله عليه سب بيع مصي من هو يزيد حتى أعطي شرعية ويطوم مالك يزيد لما بايع الله أو قيل هذا مدحتوين نوع وحيكد جنتها يسوى إسلامي قعدت أقول ينن قال تاس إمام حسين وحكف ضرع إلى نفتي صبح وحويل هذين دين تكو كهجاجين إلا دلهم ويانه
سافت أنا هاي عنت أيوه أبدا. إمام حسين هدف كوبا حيمحوها لإصلاح أمة جدي أيوه. إنما الله خرج صلى على محمد وآل محمد وعلي الإمام إنما خرجت لإصلاح أمة جدي ومد أوبي إن الهجاجيو أمبا أباح. لم أكن أشرا وأشرا ولا بطرا كبر إيو إسكياليا ليدرحيس أمام بحمد الله إيو ولو حي بلنا كوكلا إنا يدلا وإيو وحي علاد القبين دينك كوا وي كوا الدين بيهو جاني يلي أمير المؤمنين يوحلى من المؤمنين وعيدا ورويلك يركا إيو ورابي بيهي ما يوتي ذا وحرير يايا ويلك يركا إيو ورابي الرضيع عبد الله الله عبد الله الرضيع ويديدين بيير أي وحوسق يا وح يمال أو جس وقادين مركو دمعنا أفكو صار الليل وحوسق يعني هلك أيام وكل جري ويل كير كا ليل كي المير الرضيع أو بلد الروي أو صدح مال مود بيل لو ديدي صدح مال مود بيل لو ديدي هل هؤلاء مسلمين يعني؟ هل هؤلاء مؤمنين؟ لا هؤلاء يحملون هل هؤلاء مؤمنون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا والله العظيم ما حاطع كذي إمام حسين والد دلي كل كيسين والد قوي ما يكيسيو ساو يا الله يا فرطان سألو مري أوريه قدار بس سألو مري يقول لك يساو سألو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. هلبك إمام حسين أي فرض هالسيد اللهم مري محمد دائما ننقالي وسويلك الرسول كما مويلك الرسول كعين صلى الله عليه وآله وسلم مويل النبي محمد جعلين صلى الله عليه وآله وسلم ألستم مؤمنين موين المسلم أهين موين إيمان لهين ألستم مؤمنين فكيف تقتلون ابن رسول الله بهذه الطريقة الوحشية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين عرورتي رسولك يا الله قفاشة وحيل الدلم ويوم الحكم. إمام زين العابدين وحسين وطليب. إمام زين العابدين وحسين وطليب كسوها هذا. هي إن يروا كلمة. الله قفاشة. إمام زين العابدين وأي جري ولي ركاس قال لي إمام زين العابدين ومحدول قال له أي نبي الله يعقوب هل ولا أول نلاي أيوة أي الله يوسف نبي الله يوسف مركاس سو أي هي من نوع عبدادة فبيضت عينا القرآن في كسارة نبي الله يعقوب سو أي نبي أي نبي من نوع يو النبي أي سادي ملاي سام بوراني وآه تطباتاً ينور قف وعرورت قرابتا وإهلكي وإهلكي النبي وهرتي دي لقو قور قور عاي ودي قود أركاي وصيد السيفان لورد عاي أركاي وصيد الليبت لورد عاي أركاي سيد وهيدو دين كرا ولذلك إمام زي العابدين حسين ويلكي سلام الله عليه ما وويتر إلهو كجيريوذي وإنتو كما قلت كوا قلبي قودو أنجي وأن حريص لهين وأن درين يشعور لهين أي مرك أهل البيت كل شيء وأن حريق أي قلبي قلن حريص وسود عين درين كي يشعورته واتوب كشوا قلبي هذا مرك قلبي وأنجبه أما بمنتهى وجود بيني سدرين كي قلبي وأوجع انتهى هو ينجج يا وح كسر وشود إيش قص بدال فضل كيس مركو مد ما يه كم إذا مال النويد خد معذر وجدنا هاي تعالوا أقوم عاوي قتال التأويل مش قتال التأويل قتال الحق قدين الحق والباطل مركزها وعليا سيدنا هذا عدوى يسي قصلي يا فاسد آوي تمير كيس تمير كيس آو أين ضمائرهم هؤلاء يا ليتني كنت معهم فالفوز فوزا عظيما يا ليتني كنا معهم فالفوز فوزا عظيما إمام حسين سلام الله عليه الخاص كعوضي وعيد هل من ناصر ينصرني مجرى عدي قرقاريس عدي قرقاريس مجرتا والعدو قرقاريس مجرتا وداري ورموانا أهين نبيين آذ رميس نيدان
قبطي أودلي ويل كاني ميانا أهين قف نبي أوي يكون كل يوم وارن هذا كسرناين سادي لنك ميسان وحيد وحيس كده وانكو أبنا هاي حق الله وانكو أبنا لكن مرة من إنا نولا توك دلين سلطان أنا دي ما دحتين ما كان أي واحد كسرنا وقف فيها للأسف الشديد نمك يصير أو حقلا عينا جو حوجامين يي نلله عمر إنه سعد إنه أبي وقاص وأقول له السحاب اللي داره سعد من أبي وقاص سعد نكا السجاء كتبت أهل السنة نحيا الله سوى كحرنية ولا لي ثقة ثبت وهو الذي قتل الحسين وعمر بن سعد وعديد اللي يسوري وثقة وثبت وكل حسين أمة عرورة الرسول كذا السنة أقر شيء إن النجاح يقول هالمقولات أبدا لي ساسترت أمة الإسلام قام حين نقطين من أكثر الأمم التخلف أمة لها الدين كتير تلو قد تبدأ أحسن سياسة أهان تقارة أهان أمن أهان وحوالبا من أكثر الأمم تخلفا ومن أكثر الأمم تخاذلا أمة استتأيض اسكم مشكورشا ازدشة وهي لأنهم قتلوا أولاد رسول الله الله لأنهم قتلوا أولاد رسول الله محمد وعجل فرجهم تطح جاي وحكار كان بوين وح النوم مغضى أركينين بوين أركينين أولاد رسول كسير اللي قلت لي أين ضميرهم؟ ما حيقول أي رسول باجع الله يعني حتى أذيه معلم كان يوحكم برا إلمي سوينا داد جورع ومعلم نمي يحرير بايدا كان حيني أمدا فكيف هؤلاء؟ ماذا فعلوا برسول الله؟ ما لنت قيام رسولك ما حيقول رأيه ما وين شفاعة ليس الرجالين ما لنت قيام مركي رسولك هورتقان ما حيقول رأيه ما لنت قيام ماذا يقولون عندما يقفون أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما حي أورنا يا مركي رسولك هو استاجا؟ ما حي أورنا يا مركي هو استاجا إلهي سبحانه وتعالى؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إمام حسين تلك اللوكة يستي أهل البيت حرق ضادي قلبي أنا غير كمسؤوليس. إمام حسين تلك اللي ما هو حلوكة يستي وحصو وإهاله ميت كيسي بعد ما يرلم يا فردل تشيرسي ما الحسين دير لك عادي ما دير شغل جي من بقرة قال يا حلة قطة يتينا يا إسراء يا عين صادر أرضها صادر ويل كرسول حين أرى لي يا مرك عشاق نويل كرسول كي أهل البيت سلام الله عليه لعائل الله عليه اللهم إنا تبرأنا من هؤلاء اللهم إننا براء من هؤلاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم.